وبحثا عن وقف للنار في جبهة لبنان، أفاد إعلام إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور إسرائيل اليوم. وقالت تقارير إسرائيلية إن هوكشتاين قد يزور بيروت بعد تل أبيب إذا خرج بإجابات إيجابية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. من بيروت ينضم إلي الناشط السياسي الأستاذ هادي مراد. انتهاء من الخبر المتعلق بهذه التحركات من جديد لهوكشتاين، هل يمكن أن توضع في خانة الإيجابية لعودة استشعار واشنطن بضرورة أن توقف ما يجري في لبنان، وهل من فرص في أعقاب ما تهلل به واشنطن بنجاحها في احتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران؟ صباح الخير أستاذ العزيز. صباح النور. يعني اليوم الحقيقة أن الموفد هوكشتاين يصل اليوم إلى إسرائيل، يعني في غضون التصعيد الذي حصل في المنطقة من رد إسرائيلي على الرد الإيراني السابق. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لا زال يعني مصر أو مصرا على موقفه بالتفاوض خلال وتحت إطلاق النار، وهو ما يختلف كليا عن ما يريده اللبنانيون. ونبيه بري ممثلا يعني الحكومة اللبنانية والموقف اللبناني بضرورة التفاوض من بعد وقف إطلاق النار. أنا أرى أن هوكشتاين اليوم يأتي يعني كزيارة أخيرة إلى الشرق الأوسط قبل انتهاء أو قبل الانتخابات الأمريكية، وربما هو لن يعود المسؤول الأساسي عن هذا الملف، ولكن أنا أرى أن هناك إيجابية تلوح في الأفق اللبناني، نسيما أن الرئيس نبيه بري قد لوح ولمح بإمكانية يعني أخذ حزب الله إلى موضع آخر، إلى موضع يستطيع أن يبني على شيء مقتضاه ولوقف إطلاق النار. الإسرائيلي يبدو أنه حتى اليوم، هل اتضح ذلك الشيء بمعنى تحفيز أو حوافز يمكن أن تجعل حزب الله بيستجيب لهذه الرغبات للقوى السياسية وللداخل اللبناني؟ نعم، لقد استطاع الرئيس بري أن يعني يخفض سقف التوقعات لحزب الله، وفي معلوماتنا ومصادرنا الأولية يعني يبدو أن الرئيس بري قد عمل جاهدا على توليف يعني وعلى فكرة لتطبيق 1701 في لبنان وضمان تطبيقه، وهو أعتقد ما سوف يسهل التفاوض أكثر. هو يريد ربما لحزب الله أن يكون منطويا يعني بلواء معين تحت الجيش اللبناني، وهذا يمكن أن نشهده كحل ما أشبه بقوات احتياط. يعني أستاذ هادي، كلا، ربما هي الاستراتيجية الدفاعية التي تحدثوا عنها في لبنان على مدى أكثر من 16 سنة أو 18 سنة. يبدو أن الرئيس بري لديه نوع من الأرنب الذي يريد أن يخرجه في الشوط الأخير من هذه الحرب، ليقول بأن اليوم الهدف هو يعني أن يجعل الحزب طيعا للدولة اللبنانية، الجيش اللبناني هو الذي يقرر السلم والحرب، وأن هناك قوة خاصة ربما في الحزب تكون شمال بريطاني أسوة بالقرار 1701، وهذا ما يدفعنا إلى تطبيق القرار 1559 أي نزع السلاح من الميليشيات ومن ثم تطبيق اتفاق الطائف. يبدو أن رئيس بري يعمل جاهدا على هذا الموضوع، ونرى في الساعات الأخيرة. ماذا عن إسرائيل؟ وهنا أحيلك إلى التصريح الواضح أنه سيعود إلى بيروت إذا حصل على إجابات إيجابية. يعني يبدو إسرائيل تجاوزت القرارين 1559 و17.